تو بونش لاين سوغ تعطي تقول لي تعطيني البونش لاين ومن بعديك تقول لي شكون باه دوماج والكل مخلوق كوراج الدنيا هذه دروس وكل مره تخلص بياج بنينا على الاخ منهم سربي سربي بيان سور نسلم على السربي بالكدا بالكدا الثعبان الوحيد في تونس اي بونش لاين اللي بعد بونش لاين الثانيه حتى الواقع يمصات بليش ايطالوناج صاحبي ساخك توصلك الرهس النهج اما مخك نجم يحل كفاق با 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 45 هذه اي 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 شكون افيرو افيرو اي بيان سور با 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 تاع تاع قبل ما يكتب يتامل في الكون يتامل باش من بعد يبدا يكتب نايس على الاخر على الاخر كيف بيه خلك بنادم طماع وما يقدرش اللي في ديه كي نفس الحيط اللي كالي يسكر ويقوم يبول عليه بيانزير ناستيشيت بابا بابا مالا كتيبة مالا انسبيراسيون مالا ايماجيت مالا فلو مالا كل شيء بعد وقالك نحطه في الافكار في اطار وانت بهيم في مرشيك تتحقر كتيلار تاع البروك بيانزير تقشي يا 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 تقشي زادة كيف كيف معناتها برا عندهم الموندو متاعهم يمشيوا الغديكا بعد يحلوا الباب ويخرجونا بحكايات غير عاديين ألتاف نعمل الوحيد هو اللي يشوف الدنيا أحلى عسل أحلى من عسل النحلة بلينغ بلينغ وراس هاي بيان سور تاو هذه العالم العربي الكل يعرف البونش لاين هذه إيه بونش لاين واحدة أخرى بونش لاين واحدة أخرى حتى بتاعك أنت رب أنت نجم تبدأ شيخ على بونش لاين بتاعك تقول هذه إن شيخ عليها كتبت هدرة كيفاش قايت مستقبل وفلوس مش ندور نشري في الزهيز يا ذي بتجي تقولها كان طفلة اي كي اي التاف جاونا بي الهام البونش لاين متاعي متاعك بوزيد نقيد الريض وانت في شوارع تخيط تخيل وقتك في صنعة تعديه ارتي عايد يا 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 شراو تعلق والثانية متاع الفا شد ذي نصيحة كون عزيز بعد عليه خطر تعمل مجهودات وما يشوفوش وتغلط كيما العبيد وما ينسوش يا صحيح صحيح اكزاكتمون قد ما تعمل الباهي في سامية تنسى غلطة قد انها كاين تذكروا كان الغلطة هذيك that's human absolutely yes thanks الفا شراوت كبير على الاخ كيو من الفجاعة واحد وجهه قريب يولي جون وانتي قالك خطر طفلة قالت لك تنبي منو مغرب ها مغرب اي شرط كبير الكسر الفاز هبطت في تايمينج بيه على الاخر وقت انا في مشكله من غير ما ندخلوا برشا ديتايل انت في مشكله مع طفل ليه لا مشكله دي فاسون جينيرال صحيح من الفجاء انا ماكل برشا في داكورد داكورد مخضوض مليح جا معناتها تيتر في وقته على الاخر علاش بقى البونش لاين في راسي كي معناتها كي سمعت مثلا البونش لاين هذيك شنو حسيت في الوقت هذاك بالذات حسيته معايا داكورد باقي معناتها يشارجي فيا خرج جوي بيه عبارة واحدة معاك معناتها بالضبط هكاك باهي اعطيني بونش لاين اخرى باش نجيو الموضوع تحفون على الاخر اي نعرف نستعرض والناس تعرف نستعرف كي نزلت خاطر نعرف نتعلم مش مكعلف طلع على راسي تعرف علاش يقولوا مهبول كان جا كان جا طلع على راسي تعرف علاش يقولوا مهبول كان جاو المهبلة كيف يراوي الرزي ولا معرض با 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 على الاخر هذي بتاعي ريت كيفاش مشات سبونتاني صفقنا عليك هاي برافو على الاخر ايكيا ثانك يو اتش تي تو بي قال لك كلام عبد خابت الله غالب هيك اش فما وكان جيت نموت اوفر دوز بالشمة هذي كازمك خويا كازم سلم عليه بالكدا بالكدا باهي فما لحظة بركة فما هذا قال وقت نجيب فلوس يبين القوة وقت جبت فلوس وليت برو هذا يا مامين مروك يا خويا شراوت تعلق زي سلم عليه زي وفما خويا ذايا دبر لقطه في الرساله طمع في دور محمد اوه يو 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 ذا غراب خويا برشا برشا